لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا مع الحج، مع الركن الخامس من أركان هذا الدين، والذي تكلمنا فيه تحت عنوان الحج لماذا؟ لماذا الحديث عنه؟ قلنا لأنها طاعة الوقت، ولكونه مدرسة إيمانية تربوية إصلاحية يربى فيها المسلم على السمع والطاعة لله وللرسول، وربى فيها المسلم على التوحيد والمتابعة. شرعنا في اللقاء الماضي في الحديث عن حكم الحج، وعرجنا في عجالة في الحديث عن فضله، ونحب أن نطمئن يعني هل وصلت المعلومة أم لا. نريد بعض الأخوة يجيب على ثلاثة أسئلة توجه، أو كل أخ يجيب على سؤال عن الدرس الماضي باختصار لنتبين من وصول المعلومة سهلة، وبالسؤال والإجابة ستثبت ويسهل أن توصل لغيرنا. حكم الحج مع ذكر الدليل من القرآن والسنة وذكر الإجماع، من ينبري يجيب على هذا السؤال باختصار كاملا؟ تفضل. الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع. رأس الدليل، أحسنت، دليل من القرآن. هل عندك دليل آخر في القرآن؟ هل عندك دليل ثالث؟ ها؟ وأذن في الناس بالحج، أحسنت. طيب من السنة؟ أحسنت. هل عندك حديث آخر؟ بني الإسلام على خمس. أحسنت، بني الإسلام، ما شاء الله. وهل نقل الإجماع على وجوب الحج؟ كيف نقل؟ كيف نقل؟ فصل على من وكيف؟ لا، احنا قلنا الإجماع، ما فيش اتفق، ما تجيش مع بعض خالص. أيوه، الحج واجب على مسلم عاقل بالغ حر. أحسنت، عندك دليل كل واحدة؟ أحسنت. طيب، حد الاستطاعة؟ حد الاستطاعة ثلاثة أشياء. الأول أمن الطريق والإقامة والعمل. أحسنت، ما شاء الله. الثاني الزاد الذي ما شاء الله ما شاء الله، الزاد شريطة أن يكفي ذهاب وإقامة وعودة بشرط أن يكون زائد عن حاجة من يعول حتى يعود. الصحة عند البعض، الصحة عند البعض، ما شاء. دليلك على اشتراط المحرم للمرأة؟ وقول جمهور العلماء واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر تسافر سفرا ثلاثة أيام فصاعدا من غير ذي محرم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إنك فتنت في غزوة كذا وقد خرجت امرأتي حاجة. أحسنت، ما شاء الله. اسمك إيه؟ محمود عادل. منين محمود؟ وادي النطرون. أنت أول درس تحضر معنا اللي فات ولا أول مرة؟ ما شاء الله، جزاك الله خير، زادك الله حرصه.
ما شاء الله. طيب، السؤال الثاني: نتف أو نبذة عن فضل الحج، من يتصدر لهذا السؤال؟ ترغيب وتحفيز وتحريك الأحاسيس والمشاعر بنفس هذه الطريقة، بهذه الطريقة الواضحة في الحفظ والإسناد. ها، حد يرفع ايده؟ الشيخ علي، الجمهور عاوز الشيخ علي. تفضل الشيخ علي. أجل، جزاك الله خيرا. الحج يهدم ما كان قبله، صحيح. الثاني: من حج فلم يرفث ولم يفسق، أحسنت. الثالث: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أحسنت، جزاكم الله خيرا. بهذا يعني نكون قد مررنا على مراجعة للدرس الماضي باختصار شديد. كنت أود أن يعني أشرح في أحكام الحج والعمرة بشيء من التفصيل والتوسع، وطبعا معنا المرجع المعتمد عند الدعوة السلفية في هذا الباب كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة والهدي لشيخنا الدكتور أحمد حطيبة حفظه الله. في الحقيقة كتاب ماتع ومقرب من الأزهر، ويعني أصدروا له تصريح وأثنوا عليه يعني، ومعتمد في كثير من الجامعات الإسلامية يدرس هذا الكتاب المبارك لشيخنا حفظه الله. ولكن كعادة الشيخ التوسع في استعراض الأدلة وبيان المسألة بالبسط الرائع والحقيقة والسلس، لكن يحتاج الوقت طويل جدا، لا يكفينا سنة بل والله يزيد عن ذلك، ونحن اتفقنا أنها 4 دروس فقط لننتهي. ففوجئت ببعض الأخوة الطيبين ممن وفقوا للحج هذا العام، يعني سيخرج الحج هذا العام، يقول لعلي أسافر ولا أدرك يعني تفصيل المناسك حتى أتقن وأدي الأداء المتميز. عندي اقتراح، فسمعت الاقتراح في الحقيقة أعجبني، قال: هل قمنا برحلة مع حاج من قبل الخروج من ساعة الإعداد والتأهيل ثم الانطلاق والخروج حتى العنوان المشهور وماذا بعد الحج؟ يعني عايزنا نمشي رحلة معاه على أركان واجبات وسنن الحج، نقف عند الركن، عند الواجب، عند السنة، نعطي يعني إشارات تربوية وإيمانية. فأعجبني الاقتراح في الحقيقة، فسأجتهد معكم إن شاء الله تبارك وتعالى في طرح المهم مع الإحالة على هذا المرجع، والأخوة طلبة العلم يجتهدوا في أن يقوموا ببعض الأبحاث التي سنطلبها يعني اتباعا في بعض المسائل المهمة جدا، ويعني نركز قليلا حتى نستطيع يعني بسط الموضوع بصورة سهلة تصل لجميع المستويات، مع الإحالة لطلبة العلم ممن يريدون البحث والزيادة والتعمق في هذه المسائل. نقول بالله التوفيق يعني لأخينا هذا الذي وفق للخروج، ولكل من وفق للخروج، ولكل من يتمنى ويدعو الله عز وجل أن يكون من حجاج بيته. أول البداية القصد والنية والإرادة، هذا معنى مهم جدا جدا جدا، لأننا جميعا نعلم أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه، فلابد أن تكون الإرادة المقصد، النية والإخلاص في هذا المعنى. ثانيا الزاد، من أين ستحج؟ من أين زادك؟ هل هو من حلال؟ هنيئا لك، فيه غبش، فيه دخن، فيه شبهات، اعلم أن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. والأثر المشهور يوقف ويرفع، إذا خرج الرجل للحج وكذا المرأة وكان الزاد من حرام، وضع رجله في الغرز يعني في الركوبة،
وقال لبيك اللهم لبيك، قيل لا لبيك ولا سعديك، ارجع مأزور غير مأجور، حجك مردود عليك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فنقول لكل من يفكر في الحج ومن بدأ في تأهيل نفسه للخروج، فتش في الذات. ثانيا، لابد أن تكتب الوصية بما لك وعليك. هذه نصيحة مهمة جدا لكل من فكر في أي سفر، وفي الحقيقة حتى من غير سفر. فكرنت في المحاضرة التي كانت عن الحياء، لما قلنا صلى الله عليه وسلم يقول من كان منكم بالصحابة مستحيا من ضي حق الحياء، حد حفظ الحديث؟ فلا يبيتن ليلة إلا وأجله حاضر بين عينين. يبقى إذن كلمة حاضر معناها في وصية مكتوبة، لأنك إذا أصبحت لا تنتظر المساء، إذا نسيت لا تنتظر الصباح. فكتابة الوصية أمر مهم جدا جدا بما لك ومما عليك، وخصوصا وصية الأهل ومن تعول ومن أنت عنه مسؤول عليهم، ستحاسب بين يدي المولى عز وجل بتقوى الله، التزام الشرع، عدم الابتداع في الدين، عدم يعني الظلم، البغي، التعدي، إلى آخر هذه المعاني المهمة جدا. يستحب لمن نوى على الخروج واستعد أهل نفسه الخروج أن يعني يطوف على الأصحاب والأهل والأرحام، يدعو لهم ويدعون له. وهذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وفعل السلف، هذا أمر طيب جدا، هم يدعون له بالوصول والتوفيق لأداء العمرة والحج والتيسير والحفظ، وهو يدعو لهم يعني أيضا ويوصيهم. وهذا من الطاعات المتبادلة من باب البر والإحسان بالمسافر وبالمقيم، وفيها معاني إيمانية وفيها صلة وما شابه ذلك. مما يلزم من سيخرج أو يفكر في الخروج أن يدرس فقه الحج. لازم تتعلم فقه الحج. ده أنت يا أخي لما تروح تشتري معزة ولا تعمل مشروع بتسأل التاجر والخبير والمتخصص، مش كده؟ برضو في الحج لازم ترجع لأهل العلم، لطلبة العلم، لمن حج قبل ذلك، تأخذ كل المعلومات، كل معلومة تبحث عنها وتجيبها، تقرأ كتير مرة واثنين ثلاثة واربعة، وتعمل ملخصات ومدونات، وتحط قدامك كده الأركان، الواجبات، السنن، وتحط قدامك كده يعني تفاصيل تكررها وتنقلها وتكتبها وتقولها وهكذا، حتى تكون مستوعبا للركن. هذا أمر مهم جدا جدا، من المعاني المهمة جدا تغيب عن كثير من الناس، دراسة فقه السفر. وانت مسافر لازم تتعلم فقه السفر. هو السفر كمان له فقه؟ السفر اخواني قطع من العذاب، وما سمي سفرا الا لكونه يسفر عن وجه الحقيقي للانسان. ده انا ممكن اسميه اسم تاني وما تزعلوش مني، يعني السفر ده فاضح كاشف، يعني بيطلع المستخبي. كثير منكم سافر وشاف ناس كان يظن فيهم يعني ظنا جميلا، فإذا به يفاجأ بانحدارة في التعامل وأخلاقيات والسلوكيات. لازم تتعلم فقه السفر، ولازم تتعلم إزاي توطن نفسك في السفر أن تكون خادم لا مخدوم. ده من أجمل فقه السفر، أن الإنسان يتعلم كيف يتواضع ويقوم على خدمة من معه، كبار صغار، رجال نساء، يعني يزاحم على هذا المعنى، بل ينافس على هذا المعنى. ده في تأديب وتربية نفسك ملوش حل والله، وبيترك بصمة وأثر في نفوس الصحبة ملهاش حل. أنا أسأل الناس اللي سافروا، الصحبة بتاعت السفر دي توطد العلاقة بطريقة مش ممكن. يعني في ناس بفضل الله نعرفوهم يمكن أكثر من 35 سنة، طلعنا عمرة مع بعض مثلا كده، الناس مش قادرين ينسوا كلهم، أنا مش قادر أنساهم لحلاوتهم وأخلاقهم وسلوكياتهم وبذلهم وتواضعهم وخدمتهم لإخوانهم. حاجة في الحقيقة تترك بصمة لا تنسى أبدا، أقوى من صلة الرحم وأقوى من الصداقة العادية وأقوى من العمل وأقوى من أي شيء، ولا مش كده يا جماعة؟ الصحبة دي ما تنساش أبدا، صحبة الحج والعمرة بالذات، وكذلك الصورة المنفرة لا تنسى أبدا، تعلق في الأذهان، يقول لك لا 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 أنا سافرت معه وشفته وسمعت وهكذا. فأنا أنصح نفسي وأخواني من يقبلون على السفر أن يدرسوا فقه السفر، كيفية التعامل مع الآخرين، هم جدا جدا. قبل أن تخرج من بيتك
طبعا تودع الأهل تدعو لهم يدعون لك، أنصحك أن ترتقي لمستوى هذا الوفد الذي ستنطلق فيه. أي وفد تقصد؟ لا أقصد الصحبة، احنا قلنا أنت بتدور على الصحبة الطيبة التي تذهب معها، مش مع حد تمشي إلا إذا كان الأمر مش في يدك كالقرعة وما شبه ذلك، لكن الأصل لو تقدر تنقي مين اللي تمشي معاه هذا أفضل طبعا ولا شك، لكن إن كان الأمر ليس بيدك اجتهد أن تكون أنت المؤثر وأنت الدعوة الصامتة للآخرين. لكن المعنى المهم جدا الذي أريد أن أشير عليه في هذا الباب أن تنتبه أنك ستخرج في وفد معظم مكرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحاج والمعتمر، اسمع دي، وفد الله، دعاهم فأجابوه، سألوه فأعطاهم. يعرف عارف يعني وفد الله؟ وفد الله حاجة يعني معنى راقي جدا. واللي بيمشي في وفد الله عز وجل المفروض يكون ايه؟ يرتقي لمستوى هذا الوفد، ملائكة كرام، صحبة طيبة، وأنت مش كده وبس، ده أنت من ساعة ما تطلع من بيتك حتى ترجع وأنت في حفظ الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله حتى يرجعوا، الشاهد ورجل وبرضه امرأة، شقاق الرجال، خرج حاجا، وقيل في رواية أو معتمرا. يا ده أنت من ساعة ما تطلع وأنت في ضمان الله. طيب دعوتك مستجابة من ساعة الخروج، أنا بنصحك من أول ما تطلع من بيتك وتركب المواصلة أيا كانت، بر بحر جو، تكثر من الدعاء لنفسك ولذويك ولأرحامك ولمجتمعك ولمصرك أن تحفظ وأن يعني تسلم مما يدبر له من أعدائها. دعاء مستجاب، دعاء الحاج والمعتمر من ساعة أن يخرج بنص الحديث الذي ذكرنا مستجاب. طيب تنطلق في وسيلة المواصلات الأصل، هذه مسألة. خش بقى في بعض المسائل الأخوة تركز عشان الأخوة العايزين يستزيدوا ويتوسعوا يحالوا على المرجع يطلعوا بحث في المسألة. يوجد ميقات زماني ومكاني للحج، أما الميقات الزماني فهو شوال مع ذي القعدة مع العشر الأول من ذي الحجة على الراجح، والبعض يضيف أيام التشريق لأنها يعني احتوت بعض المناسك بعض الواجبات، الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، والثالث لمن يعني تأخر. ماشي إخواني؟ هذا يسمى ميقات إيش؟ زماني. طيب ينفع واحد ينشئ الحج في رمضان؟ ينفع ينشئ الحج قبل ذلك رجب مثلا شعبان؟ لا، شوال مع ذي القعدة مع العشر الأول، غير ذلك خلاص، هذه أشهر الحج. طيب يوجد ميقات مكاني، ميقات إيش؟ مكاني. طبعا الأخوة اللي عايزين يتوسعوا عاوزين بحث في صفحة عن المواقيت المكانية، أنا أقول لك يعني معلومات بسيطة وأنت ارجع. عندك مثلا ميقات أهل مصر وأهل المغرب العربي ومن مر عليهم، الجحفة أو رابغ، تسمى الاثنين صح، الجحفة ورابغ، ماشي، هي قرية على مسافة من جدة. هذا ميقات أهل مصر والمغرب العربي ومن مر عليها يعني على الجحفة ورابغ من غير أهلها. يوجد ميقات لأهل المدينة وأهل الشام ويسمى أبيار علي، اللي اسمها قبل كده ذو الحليفة، ماشي، يعني تسمى هذا وهذا. فيه يلملم لأهل اليمن، في ذات عرق لأهل العراق، في أي تاني؟ قرن المنازل، يعني خلي بالك ممكن ايه تتلخبط في الاسماء، في اسماء مكرره، ماشي، انتبه. فاللي عايز يعمل البحث يركز، وعاوزين المسافات ما بين كل ميقات وما بين مكه المكرمه، ماشي. طيب في مواقيت بنسميها مواقيت داخليه وهي ما يسمى بحدود الحرم، زي مثلا التنعيم من هنا وهكذا، مش هنقول الباقي، الاخوه تبحث
ماشي؟ هذا أمر مهم جدا. طيب، الحج وصل إلى الميقات. طيب إحنا قبل الميقات ما إحنا عايزين نتكلم في حاجات مهمة جدا، عايزين نتكلم في 4 مسائل. يلا كده نتفق عليها مع بعض الأول عشان نركز. المسألة الأولى عايزين نتكلم عن حكم العمرة، وإن كان إحنا أشرنا أشارة سريعة المرة اللي فاتت بس مهمة جدا وحنقولها بسرعة برضه. عايزين نتكلم عن أركان العمرة، أركان الحج، عايزين نتكلم عن واجبات الحج، عايزين نتكلم عن سنن الحج، عايزين نتكلم عن حكم من ترك ركنا، وحكم من ترك واجبا، وحكم من ترك سنة. عايزين نشير إن أمكن إلى محظورات الإحرام، عايزين نتكلم إن أمكن عن المستحبات. شوفوا دي مسائل، كل مسألة يعني عايزة درس لوحديها، بس احنا هنديك يعني كم من المعلومات وركز، هنديك الخلاصة يعني هنديك الراجح عندنا، وانت لو عايز تزود تزود مفيش مشكلة، تبحث، وده أمر إن شاء الله هي مسهل بإذن الله تبارك وتعالى. عاوزين نتكلم في المقدمة برضو عن موضوع مهم جدا، عن أنواع الحج. الله، هو الحج أنواع؟ الحج أنواع صح؟ عايزين نعرف أنواع الحج برضو نتعلم. طيب، أول حاجة حكم العمرة، مسألة خلافية بين أهل العلم، ديك الخلاصة الزبدة. الراجح أنها واجبة في العمر مرة كالحج، وهذا رجحه عمر وابن عمر بن عباس والشافعي والبخاري وغيرهم، وارجع إلى المرجع تجد التفاصيل، مش عايزين نخوض في الأدلة، أدلة من قالوا بالوجوب. الجمهور يقولون أنها سنة مؤكدة وليست واجبة، ماشي؟ ولكن في الحقيقة أدلة من يقولون بوجوبها قوية جدا، ارجع للتفصيل، ونحن نرجح القول بوجوب العمرة في العمر مرة كالحج، سواء كانت معه أو لم تكن معه، ده أمر مهم لازم تعرفه. طيب، عايزين نعرف أركان العمرة، لأن احنا لو قلنا بوجوبها في العمر مرة يبقى هنقول اللي طالع ده لازم تتمتع عشان تعمل ايه؟ تسقط عنك العمر زي ما هتسقط عنك الحج. طيب، العمرة لها 3 أركان وواجب واحد. الركن الأول الإحرام، الطواف، السعي، والواجب حلقة والتقصير. مش عايزة فيجي، حاجة سهلة خالص كده ممكن تخلص العمرة. إحرام، طواف، سعي، حلقة وتقصير، ماشي؟ طيب، أركان الحج، ما احنا الكلام ده يجي مفصل دلوقتي مع كل ركن سواء في الحج أو العمرة، هنتكلم فيه بشيء من التفصيل الذي يوصل للمطلوب. أركان الحج كم ركن؟ 2. يا نهارك أبيض، ده أنت هنغرمك حج إن شاء الله، تحققنا على حسابك. أركان الحج 4: الإحرام، السعي، وقوف بعرفة، طوف الإفاضة. ما نقولش طوفه بس، غلط، اللي عاوز يدرس يتعلم ما تقولش طوفه بس، لا غلط. والطواف ده أنواع، في طواف قدوم، وفي طواف مثلا تطوع، وفي طواف نذر، وفي طواف إيه تاني؟ وداع، ما شاء الله، وفي طواف إفاضة. يبقى احنا بنقول هنا اللي هو ركن طواف إيه؟ طواف الإفاضة، ماشي؟ طيب، تخش بقى على الحاجات الجميلة تانية، ركزوا شوية. واجبات الحج كثيرة، بس لو ركزتوا هتحفظوها بسهولة جدا. أنا هرتب لك ترتيب تصاعدي كده، صربان الإنسان تيجي مترتبة ما تتلخبطش معي يعني. أول واجب الإحرام من الميقات، وقيل معه عند البعض وهو قوي تجرد من المخيط يدخل فيه مع التلبية، ولسه هنفصل طبعا لما نيجي عندها في التفصيل، ماشي يا إخواني؟ الواجب الثاني، اسمع دي، الوقوف بعرفة، اسمع، إلى غروب الشمس لمن وقف في النهار. يعني إيه؟ مسألة دي مهمة جدا.
قال لك اللي جه في جزء من النهار سواء من أوله سواء من نصه سواء قبل الغروب إن شاء الله بخمس دقائق وجبه أن ينتظر حتى تغرب عليه الشمس. ومن لم يأتي في أي ساعة من النهار ولا في الدقيقة ولا في ساعة جه بعد غروب الشمس يصح حجه؟ يصح بلا خلاف، طالما وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر. يعني واحد جه متأخر ما لحقش ومعرفة كله راح والناس نزلت وعرفة بقت فاضية خالص ما فيش حد، لو أدرك ثواني قبل طلوع الفجر الصادق صح حجه. بس هم اللي عملناه واجب هنا ليه؟ إنه لازم ياخد جزء من الليل. لمن وقف بالنهار وجب عليه أن يكمل حتى تغرب الشمس، لكن اللي جه متأخر لعذر ده أمره إن شاء الله يكفيه مجرد الوقوف بعرفة ولو للحظات أيا كانت، المهم أن تكون قبل إيش؟ قبل طلوع فجر يوم إيش؟ يوم النحر. انتبهوا هذا تحديد، هذا مهم جدا. طيب من واجبات الحج أيضا المبيت بمزدلفة وبس، ولا نحط لها قيد؟ هنحط لها قيد، استثني من ذلك العجزة، النساء الكبار كبار السن من الرجال ومن يقومون على السقاية والتوصيل والحراسة وما شابه ذلك، هؤلاء يتعجلون بعد منتصف الليل وينفرون لا حرج عليه ماشي. أما من ليس لديه عذر وجب عليه أن يبيت، لازم يبيت في مزدلفة. من الواجبات المبيت في منى ليالي التشريق. طيب سؤال بقى لو أنتم مركزين، المبيت في منى ليلة عرفة واجب ولا سنة؟ بس لازم اللي يجاوب يجاوب إيه هو عنده ثقة في نفسه. هنقول آه سنة مش واجب، لأن المبيت في منى يجب في أيام ليالي التشريق فقط ماشي، بتفصيل سيأتينا. لكن المبيت في منى ليلة عرفة هذه سنة ماشي إخواني، بس نقول سنة مؤكدة لفعله لها والصحب الكرام هكذا لم يتركوها إلا إذا يعني تعذر عليك ذلك. من واجبات الحج انتبهوا رمي الجمرات بالتفصيل المعروف. طبعا احنا عندنا في رمي الجمرات حاجتين، في يوم النحر رمي جمرة العقبة الكبرى ماشي، ترمى وحدها في هذا اليوم بسبع حصيات ماشي، وسيأتينا التفصيل طبعا، بس بنقول لك الواجبات عشان تبقى عارفها. ومن الواجبات رمي الجمرات الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى في أيام التشريق سواء في يومين أو لمن تأخر في ثلاث غير طبعا يوم النحر، ترمي الثلاث جمرات هذا أيضا من الواجبات سواء تعجلت أو تأخرت لا حرج انتبه. أيضا من واجبات الحج مهمة جدا لازم تعرفها كويس وتركز عليها كويس جدا، من واجبات الحج اسمع الحلق وإيش؟ والتقصير، أو التقصير أقصد، والحلق طبعا أفضل وسيأتي البيان. من واجبات الحج والعمرة ولا من واجبات الحج بس؟ طواف الوداع الحج فقط، أحسنتم، طواف الوداع في الحج فقط واجب، أما في العمرة فلم يثبت به نص ماشي إخواني. هذه واجبات الحج. طبعا السنن كثيرة جدا، خذ عندك مثلا السنن، مثلا عندك تقليم الأظفار ونتف الأبطين وحلق العانة والاغتسال والتطيب ماشي، عندك المثل للطباع. يعني الطباع كشف الكتف الأيمن بوضع الإزار تحت الكتف الأيمن ووضعه على الكتف الأيسر، الرمل في الثلاث أشواط الأولى. يعني الرمل خطى السريعة ما بين المشي ودون الجري ماشي في الثلاث أشواط إذا تمكن، وإلا فعند الزحام لا يلزمه ذلك. يعني من السنن كذلك مثلا لو فتشنا سنجد مثلا المبيت في منى في ليلة عرفة، هذه من السنن مش كذا؟ توجد سنن أخرى ستأتينا تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى ماشي إخواني. طيب من ترك ركنا فسد حجه ويلزم بالإتمام
والإعادة من قابل. واضحة كده؟ لأن ترك الركن خلاص يبطل الحج. طيب ومن ترك واجبا إيش نقول له؟ يلزمه دم. ماشي إخواني؟ يلزمه دم. ومن ترك سنة، أنا عايز واحد يركز يقول لي سنة إيه؟ مؤكدة واجبة ولا مؤكدة ولا مستحبة، عشان نقدر نقول حكم. ما تقولش كده سنة وخلاص، ما ممكن يكون ترك سنة واجبة يبقى ده عليه دم، لكن لو ترك سنة مؤكدة وسنة مستحبة فاته يعني من الخير الكثير، لكن لا يأثم بذلك. لكن نقول ينبغي أن يحرص على هذا المعنى. طيب، في أمر مهم جدا، الحج كما قلنا له ثلاث صور، في قران، تمتع، إفراد. أي الصور أفضل؟ خلاف طويل بين أهل العلم، يعني منهم من فضل التمتع، ومنهم من فضل القران، ومنهم من فضل الإفراد، وهذا مشهور. ستجد في المرجع كلام طويل لأهل العلم في المسألة، يعني تجد الإمام مالك يعني يفضل الإفراد، البعض يفضل القرآن لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض يقول لا لا انتبهوا، التمتع هو الأفضل، ولا شك أن هذا هو الراجح، لقوله صلى الله عليه وسلم لو أني استدبرت من أمري ما استقبلت، ليش؟ لما تمتعت لا حللت وجعلتها عمرة، لكن خلاص ساق الهدي يعني. ولكن بعض الأئمة يجمع بطريقة جميلة جدا، يقول من تمكن من سوق الهدي من بلده نرى أن القران أفضل له، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ردوا فقالوا هو الذي قال لو أني استدبرت من أمري ما استقبلت لتمتعت. فيا عمون، مسألة مطروحة للبحث والنظر فيها، يعني التأمل في أدلتها في متعة في الحقيقة بين أهل العلم، بين الأئمة والعلماء. يعني ارجع لهذا المرجع الطيب، ستجد كلام جميل ونفيس في الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، نرجع لصاحبنا الذي خرجنا معه. حينما اقتربنا من الميقات نأخذ على الطريق بعض الدروس التربوية المهمة جدا. شوف بقى مدرسة تدريب المسلم على السمع والطاعة، على التوحيد والاتباع، وانت ماشي كده في وسيلة المواصلات بتاعتك تلاقي الشرع يقول لك قف عند الميقات، لا تتجاوز الميقات، لا يصح لك أن تحرم بعده، وإن صح قبله ولكنه خلاف الأولى والأفضل منه وليس قبله ولا يصح بعده. يعني إيه؟ يعني أنت بتتدرب بتتعلم من أولها، قف هنا. حد يقدر يعترض؟ حد يقول لما مش عارف هنا، يعني اشمعنى الحتة دي، يعني إيه رابغ دي، ولا إيه الجحف، ولا إيه ألملم، ولا إيه كذا ولا كذا، ودي اسمها هي ذات عرق، إيه ده؟ ممكن تكون أماكن تانية، ده في أماكن مهجورة أصلا أصبحت لا تطرق، ما حدش بيعد عليها أصلا إلا لهذا المعنى. أقول هذا تدريب من البداية اسمه تأهيل مبكر، تعلم السمع والطاعة لله عز وجل والرسول، مش كده وبس، تروح نازل عند الميقات ده الأصل، إلا من تعذر طبعا زي بتوع الطيران، تنزل عند الميقات تجد الشرع يقول لك هيا تجرد من ملابسك. سبحان الله، حد يقدر يعترض؟ لو وزير، لو ملك، لو غني، لو أبدا، الكل يسمع ويطيع للشرع، تدريب على السمع والطاعة. تتجرد سبحان الله، وتؤمر بلبس ثياب بسيطة متواضعة حتى الجوب ليست فيها، تذكر بالكفن، تذكر بالآخرة، أمر عجيب. لا 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 لا، تذكر بمعنى راقي تربوي مهم جدا خطير. يا مسلم يا عبد الله، انظر إلى هذا المشهد، أنت قيل لك قف وقفت، قيل لك تجرد تجردت، يقال لك انظر بالله عليك من حواليك، ستجد
الوزير والغفير والغني والفقير والأبيض والأسود والعربي والعجمي، الكل سواسية، لا طبقيات ولا فوارق ولا تعالي، الكل سواسية. اللي كان لابس زي بألف ولا بألفين ولا بعشرة زي اللي لابس قفطان بعشرة جنيه، زي اللي لابس منطلون وقميص ما يجوش بخمسين جنيه. الكل الآن سواسية، لبس بسيط متواضع، دعوة للوحدة والاتحاد، دعوة للتواضع، دعوة للائتلاف، دعوة لجمعية الطاعة. جمعية العبادة لها معنى، يعني عارفين يعني جمعية العبادة؟ كلنا بنصلي مع بعض، كلنا بنصوم مع بعض، كلنا بنحج مع بعض. جمعية العبادة تعطي رسالة. يا أخي ده حتى الميكانيكية بيعرفوا بعض ويحبوا بعض ويتعاملوا مع بعض. اللي لابسين زي واحد مثلا إذا كان في عمل معين بصلي في ألفة، جمعية الزي، جمعية العمل، جمعية مثلا الجوار اللي بيركبوا في مصر كل يوم مع بعض، بصلي في بينهم شيء من إيه؟ من التقارب. فجمعية العبادة هنا لها معنى تربوي رقي جدا جدا، سبحان الله، معنى رائع وجميل. طبعا تأخذ بالسنن اللي احنا أشرنا إلى طرف منها، طبعا إزالة الأشعار الزائدة، الأظفار الزائدة، الاغتسال، تطيب، تطيب إعداد الإزار والرداء، وتلبس وتجهز نفسك. وسبحان الله، شوف بقى، شوف التعليم، التعليم الرائع والجميل. هنا فقط أمرت أن تجهر بنيتك، ولم تؤمر بالجهر بالنية في أي طاعة من الطاعات إلا عند الإهلال بالعمرة والحج. في حاجة تانية المسلم يجهر فيها بنيته؟ حد يقدر يجيب؟ إيه؟ ليه؟ الصيام يجهر بنية؟ لا، ده أنت مش عليك حج، بس أنت عليك حج وعمرة بقى. أنت صاحب المسألة الأولانية. لا طبعا، الصيام لا يجهر فيه بالنية، نية محلها القلب في كل الطاعات، صلاة وصيام وزكاة وأي شيء، إلا في العمرة والحج أمرنا أن نجهر. ولهذا معان قيل بعد أن ينتهي ويلبس لباس الحج الإزار والرداء، وتحرم المرأة في ملابسها العادية غير أنها لا تلبس القفازين ولا تنتقب، ولكن إذا كانت بحضرة الرجال أسدلت، غطت وجهها يعني خشية الفتنة والفتان بها، ولا يصح لها أن تلبس القفازين جوانتي يعني، ولا أن تلبس النقاب اللي هو فيه فتحة على العينين، ولكن تسدل على وجهها بأي صورة من الصور المعروفة عند النساء. طيب، بعد أن تنتهي من ذلك المفروض تشرع في التلبية التي يقولنا عند بعض العلماء إيش؟ من واجبات الإحرام، مش كده؟ هي من واجبات الإحرام عند البعض، والبعض يقول سنة مؤكدة، لكن في الحقيقة فيها متعة وتوجيه تربوي راقي جدا جدا. المفروض أن الحاج أو المعتمر ماذا يقول؟ يقول لبيك اللهم، إذا كان مثلا متمتع يقول لبيك اللهم عمرة، ماشي، وإذا كان قارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن كان مفرد يقول لبيك اللهم حجا، ماشي. فيجهر بهذه التلبية ثم يشرع في رفع شعار الحج أو العمرة على السواء، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. بالله عليكم انظروا لهذا الشعار، شوف اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم للألفاظ، شوف التوجيه، وشوف التربية، وشوف التوحيد، وشوف الإقرار بعظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته، وأنه الذي يملك. لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، جئتك يا ربي ملبيا لندائك لي بالحج، بإلزامي بأداء الحج، جئتك قصدي وإرادتي وجهك مرضاتك، اسقط هذا الفرض عني. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا مقصد لي ولا مأرب لي ولا نية أخرى لي، لا مدح ولا ثناء ولا شهرة ولا يعني تقديم ولا وجاهة ولا أي شيء، إنما الأمر خالص لك وحدك. شوف التذكير طرق على المعنى، معنى العظيم، معنى التوحيد، معنى رقي جدا. لا شريك لك، إن الحمد، سبحان الله، على إيه؟ إن الحمد لك، وإيه تاني؟ إن الحمد والنعمة لك والملك. المقصد إيه؟ قال لك فيها معاني تربوية كتير. إن الحمد لك يا ربي أن وفقتني،
وأن صرفتني لهذه الوجهة وأن أعنتني على أداء هذا الواجب أو أداء الحج إذا كان نافلة حج الزيادة يعني، لأن هذا الأمر بيدك وحدك. فيوجد من هو أغنى مني، من أصح مني، من أفرغ مني وقتا، ولكن لم يصرف لهذا، وجه لوجهة أخرى غير الوجهة. فاللهم لك الحمد، الموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمهدي من هداه الله، أن هديتني. إن الحمد والنعمة لك، والملك، الملك بيدك أنت، الخالق المالك المدبر المعطي المانع الخافض الرفع. وتكلم بقى في الأسماء والصفات، تقول زي ما أنت عاوز، معاني إيمانية راقية جدا جدا. لذلك شوف قيمة الشعار وفحوى الشعار رتب عليها من الأجر والثواب مش ممكن. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط. أهل يعني يعني شرع في عمرة أو في حج أو فيهما معا، هل يعني أهل بالإحرام خلاص دخل خلص، ما أهل مهل قط إلا وقد بشر بالجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من مسلم، وكذا مسلمة، اسمعوا الحديث الجميل ده، ما من مسلم يلبي إلا وقد لبى ما عن يمينه وشماله من شجر وحجر ومدر حتى تنقطع الدنيا من هنا ومن هنا. ياه، عارف يعني ايه؟ بمجرد ما يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، يلبي كل شيء عن يده اليمنى حتى آخر الدنيا من هنا، يلبي كل شيء عن يده الأخرى حتى آخر الدنيا من شجر وحجر ومدر، أي شيء يشهد لك عند الله عز وجل. المعنى يا إخواني المفروض الإنسان يقف عنده بتأمل، بتأمل لمجرد التلبية. طبعا التلبية إخواني شعار الحج والعمرة، أجره عظيم، فضله عظيم عند الله عز وجل، لها معاني عظيمة جدا جدا. شيخ الإسلام في مناسكه أورد وأظنه يرفع، بيقول إيه؟ من لبى كتر بقى السنة، أنت تكتر وترفع صوتك وتكرر كتير كتير، تريح شوية وترجع تاني، تنزل تطلع تقابل حد تشوف حد، تكثر من التلبية. يقول: من لبى حتى غربت الشمس فقد أمسى مغفورا له. الله، اللي يلبي من عند الميقات وتغرب عليه الشمس وماشي فقد أمسى مغفورا له. أظنه هذا لا يقال من قبل الرأي، هذا يعني يصح الرفع فيه، والرفع فيه أقرب والله أعلم، لأن شيخ الإسلام أورده في مناسكه التي أملاها لتلامذته. الشاهد، وأنت في هذا المكان ينبغي أن تستحضر التلبية، ويا ترى قبلت ولا ردت، إيه الموضوع، إيه الأخبار. فاكر ما قلت لك قبل ما تطلع فتش فيه في الزاد؟ كان الإمام الحسن إذا جاء إلى الميقات وأحرم ومعه أناس كثر جدا أفواج، خلص خلص ولبس وركب على الدابة، السنة بقى أول ما يركب على الدابة يبدأ لبيك اللهم مثلا عمرة أو حجا، ثم يشرع في رفع الشعار. كان يخلص ويركب وكلهم حواليه مستنين بس يلبي عشان يلبوا ويطلعوا، يبقى ركب على الدابة وقد يعني اصفر وجهه وتغير لونه، شعر شعره، بدا عليه الخوف: ما لك يا امام، لما لم تلبي؟ يقول: اخشى ان البي، اقول لبيك اللهم لبيك، فيقال يقال لي: لا لبيك ولا سعديك. ده مين؟ ده الامام الحسن سيد شباب اهل الجنه. امال احنا نعمل ايه؟ احنا المعاني البسيطه دي ممكن تمر علينا، لكن لو فكرنا فيها ممكن تدينا معاني جميله جدا جدا. بعد ان تحرم سواء متمتع يبقى تحرم بعمرة، قارن لو معك الهدي قدامك يبقى تحرم بعمرة وحج، ماشي، مفرد تبقى تحرم بحج فقط، ماشي. وفي فوارق ستأتينا مع سرد المناسك، ستأتينا طبيعي مع سرد المناسك. يا
ينطلق الركب الميمون، احرص على عدم الوقوع في محظورات الإحرام حتى يعرف يقول لنا هي محظورات الإحرام. خلاص أحرم ولبى وركب على الدب وبدأ يتحرك، يحضر عليه قص الأشعار والأظفار، وضع الطيب أو مس الطيب، الجماع ومقدمات الجماع لو كان زوجته معاه حتى ولو نظر بشهوة، ناهيك عن الأشياء الأخرى بالجماع. الجماع يفسد الحج أصلا كان قبل عرفة كما سنبين إن شاء الله في حينه. أيضا الصيد، حرم عليك الصيد وأنت حرم ب يعني توجيهات معينة وأحكام رائعة ولها ضوابط شرعية، ماشي. نعم، قطع الشجر، ماشي. لبس المخيط، أحسنت. عقد النكاح لنفسي ولغيره، هو رايح يتجوز ولا إيه الحكاية؟ ممكن يحصل. ده العلماء تكلموا فيها، قال لك المحرم لا يتجوز ولا يجوز غيره في حال الإحرام، لكن لو خلص عمرته مثلا وكان متمتع خلاص صح له أن يعقد لنفسي ولغير الأمر. لكن أنت في حالة روحانية ورباني، واحد يقول طيب ليش مال الحاجات دي الصيد ومش عارف، لا ده أنت في حالة إيمانية ما تستدعيش أن أنت تنشغل بحاجة تانية. وينفع واحد يبقى محرم وفي روحانيات وإيمانيات مع العبد اللي يفكر في الجواز والعقد ومش عارف إيه؟ ركز أنت في طاعة رائعة جدا وعظيمة جدا جدا جدا. ينطلق الركب الميمون، يتوجه ناحية مكة المكرمة، زاد الله تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وأمنا. يعني من السنة أن أنت ترفع صوتك بالتلبية، لو تعبت تريح شوية، لو نزلت وطلعت تلبي تاني وانت نازل تلبي، لو هتريح شوية تقول بين المرات اللهم إني أسألك الجنة ونعوذ بك من النار، يعني هذا استصحاب. يعني ورد في بعض الألفاظ الأخرى والصيغ الأخرى وردت في التلبية، لكن هذا الأصح والأشهر والذي عليه يعني أهل العلم. طيب طبعا من السنة لو تمكنت من ذلك عند دخول مكة أن تغتسل، لكن لو تعذر ذلك ممكن يصح في السكن قبل أن تدخل إلى الحرم لتشرع في المناسك. على كل حال تدخل إلى الحرم ولا تكف عن التلبية، شغال في التلبية على طول، ماشي، شغال في التلبية، تقول تحية دخول المسجد العادي اللي أنت متعلمها وحافظها، تتحرك داخل الحرم مباشرة على الحجر الأسود لتبدأ في الركن الثاني سواء كانت عمرة أو طواف القدوم إذا كان إيش قارن أو كده. هنقف مع بعض، ماشي، هيبقى في صفة للمفرد وصفة للقارن والمتمتع عشان ننتبه. طيب لو المفرد أحرم الميقات، أحرم بحج بس وجه يطوف طواف القدوم ويسعى، سعي إيه بقى؟ سعي عمرة ده ولا سعي إيه؟ سعي الحج، ولذلك لا سعي عليه بعد الحج غير طواف الإفاضة فقط، ماشي. طيب لو كان متمتع يبقى لازم يطوف ويسعى ثم يحلق ويقصر. طيب لو قارن يطوف طواف القدوم، ماشي، يسعى ولا لا يسعى؟ لو سعى يجزئ ذلك عن الحج والعمر، واحد. لو أخر للسعي بعد طواف الإفاضة لا حرج في ذلك، ماشي إخواني، عشان نفرق بين الاثنين. بس الفرق الجوهري جدا إن المفرد بعد ما يطوف ويسعى يبقى على إحرامه، لا يتحلل من إحرامه، لا يحلق ولا يقصر، يبقى زي ما هو قاعد كده لغاية يوم التروية يخش بقى في الحج. طيب المتمتع يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ويعمل إيه؟ يتحلل خالص، يبقى مواطن عادي خالص زي أي حد، ماشي يا جماعة. هذه الفروق البسيطة في هذا الباب. طيب الطواف كما قلنا ركن في العمرة وركن طواف الإفاضة في الحج، ماشي. والطواف له شروط يلزم للطواف المسلم على البيت: الطهارة، ستر العورة، أن يكون البيت
الكعبة يعني على يمين الطائف صح؟ ها؟ تمام عن يساري أحسنتم. ليه؟ اسمع وطيع أنت بشارة. أنت رهن الشارة طول عمر ابدأ من هنا وخلي الكعبة على يدك الشمال خليش على اليمين ما ينفعش لأن خذوا عني ده تعليم وتربية وإعداد وتوجيه. أنت هنا تقتدي وتتأسس هو ده المعنى الجميل ماشي. يبقى البيت عن يساره طيب أن تبدأ من عند الحجر أن تكون 8 أشواط خلوهم 8 زيادة خير فيها حاجة دي ينفع يبقوا 8 طيب 10 طيب 20 لازم 7 ما تقلفش ما تستحسنش 7 أشواط لا نقصان ولا زيادة. الشوط يبدأ من عند الحجر وينتهي عند الركن اليماني صح؟ برضو عند الحجر ما ينفعش ينتهي عند الركن اليماني لازم تعرف كده ماشي؟ طيب أن تكون متتابعة إلا لعذر كإقامة صلاة أو فقدان طهارة تروح تتوضى تاني وترجع تكمل على الراجح من حيث انتهيت 5 أشواط شوطين 3 تكمل عليهم للسبعة. بعض الأقوال أنت لو فقدت الوضوء تبدأ من تاني لا هذا مشقة الإسلام جاء لرفع المشقة والحرج هذا القول فيه نظر في الحقيقة ماشي إخواني. يبقى إذن التوالي أهم شيء أن تكون من داخل البيت. عاوزين نقول حاجة مهمة جدا لماذا بدأ بالطواف من عند الحجر؟ والله يا إخواني هذا درس بليغ جدا ولفتة رائعة جدا 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 ربط للحاضر بالماضي وللأبناء بالأجداد وتذكير بالمعاني الجميلة الرائعة والتربوية. أولا الحجر يا إخواني عايزين نتعرف عليه إيه الحجر يعني إيه حجر ويعني إيه اسود ليه ما يكونش أبيض أصفر لبني في حاجة اسمها لبني أنا قلت بيقولوا ألوان كتير دلوقتي صح ليه ما يكونش أي لون تاني. طيب تعالوا نسمع كده النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن الحجر كأن واحد بيسأله وهو بيجاوب. يعني هذه الأحاديث عندك في الصحيح الجامع للشيخ الألباني عليه رحمة الله كلها ما بين الصحيح والحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كأن واحد بيسأله سؤال وهو بيجاوب. الحجر الأسود ده منين؟ الحجر الأسود من الجنة. واحد يقول لي الله طب وإيه اللي جابه هنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن. طيب ليه سميته أسود وهو شكله كده مسود يعني؟ فسودته خطايا بني آدم. يا شوف بقى مكانة الحجر مع أنه حجر لا يضر ولا ينفع لكن هذه معاني تربوية منية. حسن الشيخ الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الحجر الأسود يوم القيامة له عينان يبصر بهما وله لسان ينطق به يتكلم إن الله على كل شيء قدير. يقول له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لكل من استلمه بحق. في رواية تانية بتقول الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا والذنوب حطا. في رواية بتقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما مررت على الركن اليماني اللي هو منين الركن اليماني لو قلنا مثلا الكعبة زي المكتب اللي أنا قاعد عليه كده وده الحجر يبقى اليماني فين هنا ولا هنا اللي هنا على طول قبل الركن قبل الحجر الأسود على طول. يقول صلى الله عليه وسلم ما مررت بالركن اليماني قط إلا وجبريل واقف عنده يستغفر لكل من استلمه بحق. ولذلك من السنة تمسح بيدك على الركن اليماني لو ما قدرتش ما تشورش ولا يقبل يمسح عليه فقط. طيب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الحجر ومع عمر في عمرة ولعله في حج ولعله في طواف تطوع يعني الرواية لم تبين. فعمل مسح وقبل وسجد وبكى فبكى عمر فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وقال نعم يا عمر ها هنا تسكب العبرات. أنت ما حتى من الجنة تذكير لك بالجنة ربط لك بالموضوع الموضوع كبير. يا حاجة مش ممكن يا جماعة.
وانت بتطوف على الكعبة سبعة أشواط. طبعا ما وردش دعاء معين غير في حتة واحدة بس اللي هي بين اليماني والحجر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما عدا ذلك قل ما شئت، ما يفتح له به عليك. الجميل أن أنت محتاج تذكرة تاريخية سريعة جدا، الكعبة وهذا التاريخ الطويل العميق الضرب بجذوره في الأرض تذكرك بماذا؟ بالخليل إبراهيم، بإسماعيل عليه السلام، بهاجر، بسارة، تلك الأسرة المشرفة المكرمة التي حركاتها مناسك لك تتعبد أنت بها الآن إلى قيام الساعة. فالحج نداؤه، من الذي نادى بالحج؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، من الذي أمر أن يؤذن؟ إبراهيم لما أمر قال يا ربي وما يبلغ صوتي وأنا هنسمع الدنيا دي إزاي؟ قال عليك النداء وعلينا البلاغ. ده احنا اللي هنوصل ما تقلقش، بس انت اذن في الناس، اعلم الناس، اخبر الناس بمناسك الحج والحج. يا الكعبة من بنائه بمساعدة ولده، المقام مقامه، زمزم كانت غوثا لزوجه، مش كده؟ هنقول ايه ولا ايه؟ السعي بين الصفا والمروة كان اكراما لزوجته طاهرة هاجر، وهي تسعى لتبحث عن مخرج لرضيعها الذي أوشك على الهلاك، ورمي الجمرات لفعله، وقوف بعرفة لكوني عرف أنها رؤية حق عليه، تبص تلاقي الأضحية بتاعت العيد احنا هنا بنشارك فيها نفس المعنى. هذا كله ربط للأمة بهذه الأسرة المشرفة المكرمة لنتعلم منها المعاني الإيمانية والتربوية الراقية. نقف عند الطواف، ولعلنا نكمل في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية حتى لا نطيل عليكم، وندعو الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم حج بيته إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.